إيصال طرق وأفكار أو عرض تجارب ناجحة يستطيع من خلالها الإنسان التغلب على التحديات تعد أدوات مؤثرة للمتلقي ليشق طريقه نحو المستقبل، تماما كما هو العنوان همم الذي افتتحت به جامعة السلطان قابوس الجلسة الإلهامية الرابعة ضمن سلسلة جلسات ملهمون. نستضيف فيها حاليا 4 ملهمين، ملهمة من سلطنة عمان طبعا، وآخرون من دولة السودان ومصر والكويت، يشاركوا تجاربهم المختلفة في كيفية نقل الابتلاء إلى نعمة وسخروها لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. المحاضرون في هذه الجلسة استعرضوا تجاربهم للجمهور، كل عبر بحثه أو مسيرته أو قصته. بدونهم كان لي حلم أن أعين مساعد تدريس في جامعة الخرطوم، سعيت من أجل تحقيق هذا الحلم في جامعة الخرطوم، وعلى الرغم من تلك المنافسة الشرسة حصلت على عدة جوائز أكاديمية إلى أن توجت بجائزة الميدالية الذهبية من منظمة الملكية الفكرية. 2005 أنا هم نفس الشيء، تمنيت ألعب مع أصحابي كرة ما حصل لي، لكن في 2016 تمنوا يسافرون معي إندونيسيا وما حصل لهم، لأني صرت أول غواص غوص على أفضل مغاصف العالم بالأحيان نرجع. جلسات ملهمون التي تنظمها جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر هدفت إلى إلهام الشباب وتحفيزهم لتحقيق طموحاتهم، وذلك عبر عرض التجارب والمحاضرات والحوارات. الكلمات الملهمة والعبارات التحفيزية تشكل للمتلقي بيئة إيجابية وتختفي معها التحديات، والجلسة هذه ترجمت وشرحت هذا المفهوم من خلال المحاضرات التي استعرضت التجارب الملهمة لأصحاب الهمم. إبراهيم بن سالم الهادي من جامعة السلطان قابوس بمحافظة مسقط.